موضوع اليوم، حيث سنتوقف عند الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في الوقت الذي تسعى فيه قوى عالمية إلى دعوة البلدين إلى التهدئة والحوار لتجنب الانعكاسات السلبية على الاقتصاد العالمي. للمزيد عن الموضوع تنضم إلينا مباشرة في الاستوديو الزميلة رجاء فضلي. رجاء، صباح الخير. صباح الخير حسام. يعني ما الذي يجري بين الولايات المتحدة والصين؟ يعني كيف بدأ الصراع رجاء؟ إذن في الواقع علاقات البلدين مبنية على الشراكة الاستراتيجية، وتوتر تجاري قد ينسف هذه العلاقة حسب المتتبعين، بل ينذر بقيام حرب تجارية عالمية. هذا التوتر التجاري بين بكين وواشنطن انطلقت شرارته الأولى بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، بالصلب 10% وواردات الألمنيوم أيضا، خطوة اعتبرتها أمريكا حمائية لصالح المنتجين المحليين. وقد باعت الصين حوالي 4 ملايير دولار من الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وهو ما يشكل نسبة ضئيلة من صادرات الصين وأيضا من واردات أمريكا من الصلب. لكن الذي يخيف الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو التوسع الصناعي الضخم للصين الذي ساعد على وفرة الإنتاج والمعروض العالمي من الصلب، مما أدى إلى هبوط الأسعار، أمر يعتبره البيت الأبيض سبباً في أزمة القطاع. ومن الصلب والألمنيوم انتقل الأمر إلى منتجات صينية أخرى رجاء. إذن من جهة أخرى، كما قلت حسام، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد قررت أيضا في وقت سابق فرض رسوم عقابية بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار على واردات أمريكية من المنتجات الصينية، حوالي 1300 منتوج، أغلب هذه المنتجات غير استهلاكية، وتشمل القائمة منتجات في مجالات الطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والنقل والكيماويات والأجهزة الطبية، بدعوى التصدي لممارسات التجارية الصينية غير العادلة واستمرار الصين فيما اعتبرته واشنطن انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، وحملها أيضا بهذه الإجراءات على تغيير ممارساتها التي تمس حسب واشنطن بالاقتصاد الأمريكي. وكيف كان رد الصين على هذه الإجراءات التي اتخذتها واشنطن رجاء؟ إذن طبعا الصين لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع. الصين عبرت عن رفضها الشديد للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وتوعدت باتخاذ إجراءات مضادة ضد الواردات من أمريكا، ثم أعلنت تفضيلها لحل النزاع التجاري من خلال المفاوضات. الصين فرضت في هذا الإطار بدورها رسوما انتقامية على صادرات منتجات أمريكية بقيمة تناهز أيضا 50 مليار دولار، وعلى 106 من المنتجات الأمريكية في 14 فئة. الزيادات شملت السيارات، فول الصويا والمنتجات الكيماوية، التبغ، أنواع اللحوم والبقر، منتجات بلاستيكية، الذرة، القطن وبعض أنواع القمح. وتعتبر التعريفات الصينية إلى حد كبير متواضعة في حجمها، وينظر إلى هذه التعريفات على أنها طلقة تحذير فقط للإدارة الأمريكية. وزارة المالية الصينية أكدت أن تاريخ تطبيق الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية سيكون معتمدا على موعد فرض الحكومة الأمريكية للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. وكانت الصناعة الأمريكية قد أبدت مخاوفها من احتمال أن ترد الصين بشكل أكبر بفرض رسوم عقابية على منتجات رئيسية مثل الطائرات وفول الصويا والسيارات، وهو ما صار قائما الآن بعد القرار الأخير للصين. إذن حسام، في هذا السياق لابد أن نذكر بأن عدد كبير من علماء السياسة والاقتصاد يجمعون على كون العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين
يعني الولايات المتحدة الأمريكية وهي أول اقتصاد في العالم، نعم، والصين ثاني اقتصاد في العالم، هي الأهم في القرن 21. نعم. وبالرغم من كون هذه العلاقة مبنية على الشراكة الاستراتيجية، فإن مراقبين يرون أن بكين وواشنطن سيصبحان في القريب من الأيام خصمين أو عدوين، نعم، مستقبليين، وسنرى مدى صحة هذه التنبؤات في القادم من الأيام. وهذا ما يفسر هذا الشد والجذب بين القوتين التجاريتين الصناعيتين الكبرتين. طبعا شكرا جزيلا، شكرا رجاء لك على كل هذه التفاصيل حول موضوع اليوم.